Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi ya teman-teman, tadi live Facebooknya enggak, sinyalnya enggak memungkinkan, mungkin ada aku isi kota yang dari 80 kok, tapi lemot ya teman-teman. Akhirnya aku videoin aja biasa, nanti tinggal aku kirim ke Facebook atau YouTube ya, terus 16 ya, sambil beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min al-ladunni mudra. Fantalaqa hatta idza atana idza ataya ahla qaryatin qaryatin istata'af ma ahlaha fa'abau ay yudayyifu ma fawajada biha jidara yuriduna ay yangqaddu fa'aqumah qala law syi'ta lattakhadta alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa bayni wa baynik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha fakana waro'ahum malikum ya'khudu kulla safinatin ghusba wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhosina ayyurhikohuma tuhyana wa kufroh fa'aradna ayyubadilahuma rabb وهما خير منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد رب buka ayyab lugo asuddahuma wa yastakhrija kanjahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Wa yas'alunaka an dil qarnain kul sa'atlu alaikum min hudikra innama kanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa hatta idha balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi aini hamiati wa wajada indaha qawma kurna ya dal qurnai imma antu adiba wa imma antatakhida fihim husna qala amma man talama fasawfa nu'adibuhu summa yuraddu ila rabbihi fayu'adibuhu adaban nukro. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa atba'a sababa hatta idha balagha matli'a shamsi wajadaha tadlu'u ala qawmi lam naj'al lahum min duniha
استدرك ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم درما. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في عطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Oh, ano ba? Ano na namaya mo? Namaya mo? Yeah, namaya mo kalam. Oh, yun. Bismillahirrahmanirrahim. Ula ikal ladina kafaru bi ayati rabbihim walikaihi fahabitat a'maluhum fala nufi نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك خزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عشيا وسلام عليه يوم ولد ويوم ما يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ولقد أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك باغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا فكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قوي مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزمي قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بخطء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أقل لما اليوم ويوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ
رؤساء ومكانات أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد وآتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني حبا يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم واعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم من عدن أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهب لنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربته نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
ورفعنا له مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن خلقنا معه نوح يا بسم الله الرحمن الرحيم لنجد ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أدعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا. قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بكبر سن أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنك دي فيه في التابوت فقدي فيه في اليوم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. بسم الله الرحمن الرحيم فألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يغفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنينا في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لي لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم
يمشي فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موئدا لا تخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس دعاء فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى وأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى الحمد لله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى برمي لما تشوف لك أنا كراش بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أقرهتنا عليه من السحر وهو خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فمن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم
Kena peridin nak mamai mai pesan asrap ora. Bismillahirrahmanirrahim. Faula ikalahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anharu anharu khalidina fiha wadhalika jazaa'u man tazakka. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ya terserah mama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fil bahri yabasa la takhafu darakaw la takhafu darakaw wala takhsha. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليوم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناهم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه عدوي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه خبانا أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم عذاب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فاقتفناها فهذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن